ازيك يا كيجي؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا حرف جديد، بس قبل ما نعرف الحرف ده ايه، زي ما متعودين هنحكي قصة الاول عشان نعرف الحرف ده ايه. يلا بينا نحكي القصة. معانا النهارده في القصة دي ولد اسمه كمال وبنت اسمها كوثر. كمال وكوثر دول كانوا اخوات، وكان عندهم كلب مسمينه كوكي. كلب مسمينه ايه يا كيجي؟ كوكي. قعدوا يلعبوا في يوم مع الكلب ده لحد ما ايه، كمال زهق فقال هقعد على الكرسي واكل كعك واشرب كأس من الحليب. عشان ايه؟ عشان كان تعب من هو بيلعب مع الكلب. كان معانا مين يا كيجي النهارده في القصه؟ كمال وكوثر والكلب بتاعهم اسمه كوكي. وكمان لما ايه قعدوا يلعبوا مع الكلب وتعبوا، قعد على الكرسي واكل كعك وشرب كأس من الحليب. ها فين الحرف اللي اتكرر كتير النهارده؟ كان حرف ايه؟ شاطرين سامعاكم بتقولوا حرف الكاف. يلا يا كيجي ناخد الحرف بتاعنا الرحلة بتاعة الفصول الأربعة. ايه الفصول الأربعة يا كيجي؟ الصيف والخريف والشتاء والربيع. أول فصل الحرف بتاعنا بيروح يا كيجي كان فصل ايه؟ فصل الايه؟ الصيف. الصيف ده بيكون في ايه؟ بيكون الشمس ايه في كل مكان، والشمس طالعة قوي. فحرف الكاف هيلبس القبعة بتاعته ويقعد يغني يقول ايه؟ ك ك ك. زهق بقى من فصل الصيف هيروح فصل الايه؟ الخريف. الهوا بيبقى فيه ايه شديد قوي يا كيجي، والورق بيقع من على الاشجار. هياخد الطياره بتاعته يقعد يغني يقول ايه؟ كو كو كو. زهق من فصل الخريف يروح فين بقى يا كيجي؟ فصل الشتاء. بيكون فيه مطر وتلج والجو بيبقى ساقع قوي، فيلبس الثلاجه بتاعته ويتزحلق على الجليد ويقعد يغني ويقول ايه؟ كي كي كي. فاضل له فصل ايه كيجي مرحوش؟ فصل الربيع. بتكون الشمس فيه حلوة والورد والأشجار جميلة. هيقعد ويستريح ويقعد يغني يقول ايه؟ أك أك أك. يلا يا كيجي. الولد لابس أصفر اللي حاطط ايده فوق دماغه يقعد يغني يقول ايه؟ ك ك ك. الولد اللي لابس أزرق اللي ضامن بقه وايده جنبه يقعد يغني يقول ايه؟ كو كو كو. الولد اللي ايده قدامه يا كيجي لابس اخضر هيقعد يغني يقول ايه؟ كي كي كي. هي كيجي الولد اللي لابس اصفر ده كان بيغني يقول ايه؟ ك ك ك. زي ايه كيجي؟ كتكوت كتكوت ك كتكوت. الولد اللي لابس ازرق يا كيجي اللي ضامن بقه كان بيغني يقول ايه؟ كو كو كو. كره كو كره كو كره. الولد اللي لابس اخضر يا كيجي ايده قدامه كان بيغني يقول ايه؟ كي كي كتاب كي كتاب. يلا يا كيجي نشوف حرف الكاف جايب لنا ايه معاه النهارده. يلا. كاف مثله كلب، كو مثله كورة، كي مثله كتاب، كاف كو كي. كاف مثله كلب، كو مثله كورة، كي كي. يلا يا كيجي كده ندوس على الاقلام ديت نشوف هتجيب لنا ايه معاها. يلا ندوس على الازرق ده. يلا. دي صورة ايه كيجي؟ كتكوت ك ك كتكوت ك كتكوت. يلا ندوس على ده نشوف جايب لنا صورة ايه معاها. يلا. دي صورة ايه كيجي؟ كتاب كي كتاب كتاب. يلا ندوس هنا. دي صورة ايه؟ كرة كرة كو كرة. شاطرين يا كيج. يبقى جايب لنا كتكوت وكتاب وكرة. شايفين حرف الكاف فرحان ازاي؟ اكيد جايب لنا حاجة معاه. تعالوا ندوس عليه ونشوف جايب لنا ايه. يلا. لكن سمعنا الاغنيه كانت حلوه. يلا نشوف حرف الكاف جايب لنا ايه تاني. ده حرف الايه كيجي اللي كان معانا النهارده؟ حرف الكاف. شاطرين. تعالوا نشوف جايب لنا صوره ايه. يلا نشوف صوره ايه دي يا كيجي. كعبه كعبه. شاطرين. تعالوا نشوف تاني حرف الكاف. يلا نشوف. يلا افتح يا سمسم. يلا نشوف جايب لنا ايه. كتاب كتاب. جايب لنا ايه معايا؟ كتاب. يلا تعالوا نشوف جايب لنا ايه تاني. يلا يلا
شوف الساعة، من شد الساعة قبل ايه ده كيجي؟ كتاب كتاب. شاطرين، نرجع السهم تاني مكانه. يلا نشد السهم التاني. شوف دي يا كيجي، كعبة كعبة. شاطرين. احنا طبعا يا كيجي زي ما عارفين ان اي حرف بيكون له ايه شكلين، شكل منفصل وشكل متصل. يلا ده شكل ايه كيجي، المنفصل ولا المتصل؟ المنفصل، عشان مش فارد ايديه على السطر. ده الايه المنفصل، كاف منفصل. يلا نشوف المتصل، ده المتصل. شايفين فرد ايديه على السطر زي كده عشان يمسك في الحرف اللي بعده، وده بيبقى شكله في اول الكلام. شايفين ده برضو ايه متصل عشان فرد ايديه على السطر. شايفين عشان يمسك حرف من هنا وحرف من هنا. وده كاف ايه منفصل، بيجي في اخر الكلام بيكون شكله كده كده. يبقى كان معنا ايه، كاف متصل وكاف منفصل. تعالوا يلا يا كيجي نشوف حرف الكاف جايب لنا معاه ايه تاني النهارده. يلا يلا كيجي، بعد ما شفنا حرف الكاف المنفصل والمتصل، يلا بينا نعرف نكتب ازاي حرف الكاف المنفصل. حرف الكاف المنفصل ده جميل خالص، بصوا كده هنكتبه ازاي. شكله الاولاني اللي هو المنفصل بكتبه ازاي؟ يلا قولوا معايا، واحد واقف على السطر، امشي شوية واطلع سنة واحط همزة. يلا تاني، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة واحط همزة. ها كاف منفصل، كاف منفصل. يلا تاني اكتبوا ازاي، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة واحط همزة وحط همزة. طب بكتب الهمزة دي ازاي؟ ها لفة صغيرة، ها نص دايرة كده وارجع لورا وارجع لورا. تاني بكتب الكاف ازاي، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة وحط همزة وحط همزة. طب ينفع يا ميس اكتب حرف الكاف يبقى كده، يبقى طبق كده واعمل وحط همزة كده؟ لا طبعا، لازم يكون واحد ايه طويل، واحد ايه طويل، علشان ميبقاش عامل زي الطبق بتاع الب ولا التاء ولا الثاء. نعمل واحد طويل على السطر، وامشي شوية واطلع سنة واحط ايه همزة واحط ايه همزة. طب ينفع يمس اكتب حرف الكاف ده كده مش على السطر خالص؟ لا، لازم نكتبه فين؟ على السطر. نكتبه فين؟ على السطر. ده شكل حرف الكاف الايه المنفصل. يلا كمان واحدة للشطار، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة وحط همزة وحط همزة. ده شكل حرف الكاف المنفصل. يلا بينا نشوف حرف الكاف المتصل. ده جميل خالص قوي يا ميس، بصوا كده اهو، شرطة ميلة وارجع انزل على السطر وامشي تاني على السطر، شرطة ميلة واكسرها وارجع امشي على السطر. يلا تاني، ها شرطة ميلة واكسرها وارجع امشي فين؟ على السطر. اجي اهو شرطة ميلة واكسرها وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا تاني معايا حولها، شرطة ميلة اكسرها وارجع امشي فين؟ على السطر. ها تاني، شرطة ميلة اكسرها وارجع امشي على السطر. يلا كمان مرة، ها نعمل زي ما هو بيعمل بالظبط، شرطة ميلة اهو، شرطة ميلة اكسرها وارجع امشي على السطر. يلا كمان واحدة، شرطة ميلة، شرطة ميلة وارجع ايه اكسرها وارجع امشي على السطر. يلا كمان واحدة، شرطة ميلة اكسرها وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا كمان واحدة، شرطة ميلة، برافو عليك، وشرطة ميلة ها اكسرها وارجع امشي على السطر. يلا كمان واحدة، شرطة ميلة، برافو، شرطة ميلة اكسرها وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا كمان واحدة للشطار، ها اكتبها ازاي؟ شرطة ميلة واكسرها وارجع امشي تاني على السطر، وارجع امشي تاني على السطر. ده شكل حرف الكاف الايه، ها
المتصل. ليه متصل؟ عشان كده مدد ايده فين؟ هيمسك فين؟ في حرف تاني. هيمسك في حرف ايه؟ في حرف تاني. يلا يبقى احنا كده خدنا ايه؟ شكلين، حرف الكاف ها المنفصل، وشكل الكاف المتصل. بكتب المتصل ازاي؟ شرطة مايلة اكسرها وارجع امشي على السطر تاني، شرطة مايلة اكسرها وارجع امشي تاني. طب ينفع يا ميس اكتبها مش على السطر؟ لا، زي ما انا بمشي فين على الارض، السطر الحرف بيمشي فين على السطر. يلا تاني، شرطة مايلة اكسرها وارجع امشي على السطر. يلا حرف الكاف الايه؟ المنفصل. بكتبه ازاي؟ ها انزل واحد طويل فين على السطر، امشي شويه واطلع سنه واحط همزه، واحط همزه. يلا تاني، واحد طويل فين على السطر، امشي شويه واطلع ايه؟ سنه صغيره واحط ايه؟ واحط همزه. ده الكاف الايه؟ المنفصل. الكاف المتصل، شرطة مايلة أكسرها وارجع أمشي فين على السطر تاني، شرطة مايلة أكسرها وارجع أمشي فين على السطر. برافو عليكم. طيب يلا بينا نشوف الفيديو ده ونرجع نحل تدريبات الكتاب مع بعض. للغة العربية نشتو ونغني أحلى الألحان، هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية، حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان، دان 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 فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشتو ونغني أحلى الألحان. الكاف مع الفتحة ك ك ك ك ك، الكاف مع الضمة ك ك ك ك ك ك، الكاف مع الكسرة ك ك ك ك ك، والكاف مع الساكن ك ك ك ك. الكاف المفتوحة كلب ك ك ك كلب، الكاف المضمومة كرة ك ك ك، الكاف المكسورة كتاب كي 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 كتاب، كاف ساكنة مكتبة ك ك ك مكتبة. دان 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 فلنقرأ في كل مكان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان، للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. جميل، يلا بينا نشوف مع بعض حرف الكاف وتدريباته والأنشطة بتاعت الكتاب بتاعتنا. ادي حرف الكاف المنفصل وحرف الكاف المتصل، ويلا بينا نلون دي كوثر اللي كانت عندها كلب جميل جدا وكانت عايزاه ياكل العظم بتاعه، بس هو قال ايه؟ هو عايز ياكل بس العظمة اللي فيها حرف الكاف، حرف الكاف. يلا نلون، يلا فين العظمة اللي فيها حرف الكاف؟ يلا بينا نشوف كده، ها فين؟ اهي يا ميس، حرف الكاف ده طب منفصل ولا متصل؟ منفصل. هنلون العظمة اللي فيها حرف الكاف بس، نحاول ما نطلعش بره الرسمة خالص، نبقى تلوننا جميل ونتحكم في القلم. يلا فين فين تاني يا ميس؟ ده في كاف اهي تاني يا ميس. طب الكاف دي متصل ومنفصل؟ متصل. برافو عليكو. نلون حرف الكاف بس، نحاول ما نطلعش بره خالص الرسمة عشان تطلع حلوة، عشان تطلع حلوة. يلا اللي بعديها، فين حرف الكاف ده؟ ها ده؟ لا يا ميس، ده لا، ده حرف الراء.
ها طب ده حرف ايه؟ الكاف. بس الكاف ده ايه؟ منفصل. نلونه مع بعض، شاطرين. حرف الكاف المنفصل، حرف الكاف المنفصل. في تاني؟ اه يا ميسا، هو في واحدة عند الكرسي. تمام شاطرين، يلا لونوا كده معايا، شاطرين، برافو عليكم. تمام يلا نشوف الأنشطة اللي بعديها. اه يلا هنا هنعمل ايه؟ هنلون الصورة اللي بتبدأ بنفس الصوت، الحرف بتاع الايه؟ الكاف. يلا ننطق كده الصورة اللي عندنا. عندي ك ك كتكوت، ك ك كتكوت. ها فيها صوت حرف الكاف؟ اه يا ميس فيها. وعندي صورة ايه تاني؟ علم، علم فيها حرف الكاف ده؟ فيها الصوت بتاعه؟ لا خالص. ها كلب، كلب فيها ولا مفيهاش؟ فيها، شاطرين. ها صقر، ها ص صقر فيها؟ لا يا ميس مفيهاش خالص. طب صوت صورة ايه دي؟ كرة فيها صوت حرف الكاف؟ اه يا ميس يلا بينا نلون. اول صورة عندي صورة كتكوت. صورة ايه؟ كتكوت. يلا نلون الكتكوت باللون الاصفر. ك كتكوت، ك كتكوت. طيب تاني صورة عندي هلونها، صورة ايه؟ ها صورة كلب، كلب. نلون الكلب اللي عندنا، برافو عليك. والكلب ده حيوان ايه؟ وفي. تالت صورة عندي صورة ايه؟ كرة، كرة، كو كرة، كو كرة، كو كرة. تمام برافو عليك، ده احنا لوننا صورة ايه؟ كتكوت وصورة كلب وصورة كرة. يلا النشاط اللي بعديه، هنا هننطق ونلون الصورة المناسبة. فاكرين الولد ده كان بيقول ايه؟ ها كي، كي. ايده فين؟ اهي تحت، تحت راسه. كي، كي. بيقول ايه؟ كي كتاب، كي كتاب. ينفع اقول كي كتكوت ك ك؟ لا ما ينفعش طبعا. نلون الكتاب، نلون الايه؟ الكتاب. نجيب الالوان بتاعتي وابدا الون الكتاب، وابدا الون الكتاب. كي كتاب، كي كتاب، كي كتاب. انا لونت الكتاب. طيب الولد اللي حاطط ايده كده جنب كتفه كده يقول ايه؟ وده من بقه يقول ايه؟ كو، كو، كو. كرة، كو كرة. طيب فين صورة الكرة؟ اهي يا ميس او اللي فوق دي. نبدأ نلونها، نبدأ نلونها. كو، كو. اللي بعديها الولد اللي لابس اصفر بيقول ايه؟ كا، كا، كا. وايده فين؟ فوق راسه. كا كتكوت، كا كتكوت، كا كتكوت. اجيب اللون بتاعي وابدا الون الكتكوت بس. اخر صوره عندي صوره الولد اللي بيقول ايه؟ اك ك ك ك ك ك ك. دي صوره ايه؟ عندي صوره مركب، مر كي كي ب مركب. وعندي صوره رك ب رك ك ب. مين فيهم اللي فيها الصوت ده؟ ركبه، برافو عليكو. اجيب اللون بتاعي والون الركبه بتاعتي دي بس. ركبه، ركبه، ك ك ك ك. شاطرين. يلا ناخد النشاط اللي بعديه. هنا هحط دايره مكان حرف الكاف، دايره مكان حرف الكاف. يلا اول صوره عندي صوره كلب، ك ل ب كلب، ك ل ب. يا ترى هنا حرف الكاف فين؟ في الاول ولا في الوسط ولا في الاخر؟ ها برافو عليكو، في الاول. كلب، كلب. هحط فين؟ ها دايره مكان حرف الكاف، دايره مكان حرف الكاف. يلا برافو عليكو اهي. الصوره اللي بعديها صوره مركب، 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 كب. ها فين صوت حرف الكاف؟ مركب.
ها في الأول ولا في الوسط ولا جنبيه ولا في الآخر خالص؟ أهي مش ده تالت صوت، مركب. أقوم حاطة دايرة مكان حرف الكاف. عندي صورة سمك، س م ك، سمك سمك، س م ك ك ك. حرف الكاف هنا فين؟ في الآخر. حرف الكاف هنا في الآخر. يلا نشوف بقية الأنشطة بتاعتنا. هنا بقى دي سهلة وجميلة خالص وكلنا بنحبها. ندور على حرف الكاف في الكلمة هنا فين، ونحط عليه دايرة، ونحط عليه دايرة. أول صورة عندي صورة كتاب، كي كي. فين حرف الكاف؟ في الأول أهو يا ميس. أجيب القلم بتاعي وأعمل عليه دايرة، كي كتاب. طب الكاف هنا ايه؟ الكاف هنا يا ميس متصل، لان هي ماسكه هنا في حرف التاء. برافو عليكم. ها الصوره اللي بعد صوره ايه؟ ديك ديك. الكاف هنا فين؟ في الاخر، شكلها المنفصل. يلا اللي بعديها كت كوت، كت كوت. فين هنا حرف الكاف؟ ده احنا هنا يا ميس عندنا اتنين مش واحد بس. حرف فين؟ في الاول كده، وحرف فين؟ في الوسط. حرف في الأول وحرف في الوسط. طيب نفتكر كده مع بعض كنا بنكتب حرف الكاف ازاي. يلا كده، ها قلنا ايه؟ واحد طويل عال الصد، امشي شوية واطلع سنة، وحط همزة، وحط همزة. يلا تدي الكاف الايه؟ المنفصل. الكاف الايه؟ المنفصل. يلا كمان واحدة، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة، وحط همزة، وحط همزة. يلا كمان واحدة، واحد طويل على السطر، امشي شوية واطلع سنة، وحط همزة، وحط همزة. دي الكاف الايه؟ المنفصل. يلا الكاف المتصل، قلنا بنعمل ايه؟ شرطة مايلة واكسرها، شرطة مايلة واكسرها، وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا كمان واحدة. طب دي مش مظبوطة يا ميس، اجيب الاستيكة بتاعتي وامسح. يلا تاني اكتبها ازاي؟ شرطة مايلة واكسرها، وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا نحاول نظبط دي، شرطة مايلة اكسرها، وارجع امشي فين؟ على السطر. يلا كمان واحدة، شرطة مايلة واكسرها، وارجع امشي فين؟ على السطر. دي الكاف المتصل. طيب احنا جه ميعادنا دلوقتي مع ايه؟ مع الاصوات الجديدة. احنا قلنا صوت وصوت وصوت، بيعملوا صوت جديد، بيعملوا صوت جديد. طيب انا هنطق الصورة دي ونبدأ نشوف اصوات الحروف بتاعتها اللي هنا ايه. يلا نشوف كده. صورة ايه دي؟ كلب، ك ك ك ك. حرف الكاف، حرف الكاف. يلا بينا نكتب حرف الكاف. يلا كتبنا حرف الكاف اهو، ك ك كل. انا خدت حرف الكاف اهو كتبته كل. حرف ايه ده فاكرين؟ يا ميس حرف اللام. برافو عليك اهو، كل ب، ك ل ب، ك ل كاف، وبعديها اللام تمسك في ايديها المتصل، ونجيب اخر حاجه مين؟ ها كلب. حرف الباء، حرف الايه؟ الباء. كلب كلب، كاف ولام وباء تبقى كلب، تبقى كلب. برافو عليكم. يلا نشوف الصوره اللي بعديها، صوره ها سمكه وسمكه وسمكه وسمكه. يبقوا ايه؟ سمك. سمكه وسمكه وسمكه يبقوا سمك. س س، صوت حرف ايه ده؟ السين. يبقى هبدا بالسين اللي عليها فتحه دي، س س. افتح بقك، س، ادي الس. انا كتبت حرف الس اهو. يلا احنا كتبنا حرف السين اهو، ننطبق الكلمه، س م ك، س م. برافو عليك. والصوت اللي بعده صوت ايه؟ الميم. س م ك ك ك، ناقص صوت مين؟ الكاف. برافو عليكم، المنفصل. س مك، سين
ميم كاف س م ك سمك سمك سمك. يبقى احنا بكده يا كيجي خدنا حرف الايه الكاف بالتدريبات بتاعت حرف الكاف، وقلنا ما بيروح فصل الصيف يقعد يغني ويقول فصل الصيف بيقعد يغني ويقول ايه ك ك ك، وبعد بيروح فصل الخريف يقعد يغني ويقول ايه كو كو كو، وبعد بيروح فصل الشتاء يقعد يغني ويقول ايه كي كي كي، وبيروح فصل الربيع يقول ايه اك اك اك. يبقى ك كو كي. يلا قلنا ك زي كتكوت، ك كتكوت، كو كو كرة كرة، كي كي كتاب. ماشي يا كيش، يلا بقى نسمع أغنية سوا، يلا بينا. واو يا هذه حروف الهجاء.